كبير يا كبير. ايه يا عيد وايه اللي في ايدك ده؟ حاجات جايبها الاستاذ صالح ولد عم ست هديه. هو ده خليه يتنيل. اتفضل. شوى كبير، شوى هدية. اتشوى يا صالح. اوه وحشتوني قوي قوي قوي. جيبني فايف. اهلا. هدية. ازيك يا كبير؟ اهلا. اقعدوا اقعدوا. شوفوا الايام بتعدي كيف؟ عدت كانها 5 سنين. ليه؟ وانت مسافر دي لك قد ايه؟ بقالي 5 سنين. بس ايه القيه فدية صالح؟ الواحد ما عرفك شيء. صح يا كبير؟ على قولتك، هو داخل من الباب قلت عليه شري شبلا، اللي خلاني اعرف انه صالح الزنوب اللي في رجليه ما ناويش ينضف ابدا. يلا الله بينا نتغدوا، يلا نتغدوا ونخلص. نو 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 نيانو، مش قبل ما تشوفوا الهدايا اللي انا جبتها لكم. دي جلابيه عشان هدايا، يا رب تعجبك. دي زينه قوي. يا ما جاب الغراب لامه، رحت ايطاليا جايب لها جلاليب، امال لو رحت كرداسه كنت هجيب ايه؟ وده فستان عشانك يا هدايا من تصميمي. ما هو باين انه من تصميمك. انت جاي تهادي محارب في القرون الوسطى؟ ده انا البس والبس عليه خوذة فولاذ واروح احارب بيه. انت معبر قوي. ده عاجبك ده؟ ايوه. عيله واحده نفس الجينات والذوق. انت جبتوا بامبينو توأم صغير صح؟ ايوه جبنا بامبينو صغير. ايه يا روح قلبي، جبت لك فستان يا هدايا برضك. بصي بص القماشه فاخرة، دي من النوع الغالي قوي باين عليها. وفين الواد اللي اسمه ايه ده الغفير بتاعك اسمه ايه؟ فزاع. ها ما نسيتش حد، ما نسيتش حد. فزاع، جبت لك فستان يا هدايا. بصي بصي العب لوحده. بصي يلا مبروك عليكي. زين قوي. اما انت يا كبير جبت لك ايه ده؟ بكيني البس الهدية؟ لا دي كرافتي من نوع المعتبر. انا ما بلبسش فورمال من اساسه. ما انا عارف يا كبير، ما انا جبته لك ليه؟ ده كتير قوي يا صالح، ما كانش لازم تكلف روحك. انت اللي تقولك ده تجي منك انت يا هدية؟ ده انت بنت عمي، وزي ما بيقولوا يعني عندنا يقولوا الباستا مولتو بني كواترو فورماجي. يعني ايه؟ ما اعرفش، بس هي بيقولوه عندنا كده. عندكم فين؟ ايه اللي بتقول ده من اساسه؟ بقول لك ايه، يلا قوموا ناكلوا ونتغدوا ونخلص. يلا يلا يلا. لا 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 ده سفارست. تفضل يا كبير. تفضل تفضل. اوه ماما ماميا، مال همك يا هي؟ الواكل ده كان وحشني قوي وانا في ايطاليا. هو الفقري هيفضل فقري، كيف ما بيقولوا، لا عطى الفقري حماره ولا تليس ولا قصبه في الابعديه يقيس. وانت يا صالح عملت ايه في شغلك اللي في ايطاليا؟ يا هديه اقول لك ايه ولا ايه، عملت كتير، عملت قصه نجاح حقيقيه، ولا احمد حسام في اياكس امستردام، ولا محمد صلاح في تشيلسي، ولا عيد اللوسي في غزل المحله. كنت اشهر مصري في ايطاليا. كان يقولوا عليا ايه، يسموني يقولوا ايه، الكابو. الكابو راح الكابو جاء. بالضبط كيف ما كان في الصعيد زمان، كانوا يسموه الكلو. الكلو راح الكلو جه. طب طالما كنت مسيطر قوي هناك، ايه اللي جابك هنا؟ ايه لا 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 لا، مالك يا في ايه يا افتكرت مرتي فرانشيسكا حبيبتي الله يرحمها، من ساعة ما ماتت وانا حياتي كلها اتقلبت. كان عليها ديون لازم. لا ديون ايه يا كبير؟ ما لحقش ياخد الجنسية، ماتت قبل ما ياخد الجنسية. خدتها يا كبير. ده انت غلس قوي يعني، يعني حتى دي ما فوتهاش. انا خدت الجنسية بس بعد ما ماتت. كل ركن في ايطاليا بيفكرني بيها. كل مكان اروحه القى صورتها قدامي. ليه؟ يا كنت مسجلة وهربانة؟ مسجلة ايه يا كبير؟ دي بنت ناس. بنت ناس كيف وجوزتك يا صالح؟ كيف؟ والله حصل بقى يا كبير. ما قدرش انساها هدية. ما فيش حد في الدنيا هيعوضني عنيها ابدا. تعرف يا هدية؟ انت حتة منيها، نفس العين، نفس الحواجب، نفس الخشم، نفس القوام. كانت يعني كانت تختلف عنك في شعرها، شعرها كان ليز بطبيعته يعني، بس كنت خليها
تجاعد وسلم. اصبح عادي يا دنجوان افندي، اصبح كسكت خلص اهدي. ولو وحشاك قوي فرانشيسكا انا ممكن اخليك تحصلها. لفينا لفينا في الشيء.